شهرنا رمضان، يا شهرنا رمضان، يا بهجة الأزمان، يا بهجة الأزمان، فرحتنا أسعدتنا، فرحتنا أسعدتنا، شرفتنا رمضان، آنستنا رمضان، ففيك النور لاح وزين البلدان، ففيك النور لاح وزين البلدان، يا رمضان يا شهر الهدى، يا شهر الندى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اعتكاف النبي في رمضان. اهتم علماء الإسلام في كتب الفقه على حد سواء بالاعتكاف الذي يشمل العديد من العبادات في فترة من الزمن ينقطع فيها المسلم عن الدنيا وعن الانشغال بأهلها. والاعتكاف عند علماء اللغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وعند علماء الشريعة يتمثل بلزوم المسجد لعبادة الله تعالى. وقد شرع الاعتكاف لنا ولمن قبلنا، حيث قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. والاعتكاف سنة في كل وقت، وأفضله أن يكون في العشر الأواخر من رمضان. فها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. ولا بد للاعتكاف من نية يهم فيها المعتكف لزوم المسجد قربة وتعبدا لله تعالى، كما يشترط أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، فلا يصح في غير المسجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. ولفعله صلى الله عليه وسلم. هكذا إخواني وأخواتي، أوشك شهر الصيام والقيام على الانصراف، فها هو يتهيأ للرحيل، وقد كنا بالأمس القريب نستقبله، واليوم وبهذه السرعة نودعه، وهو شاهد لنا أو علينا، شاهد للمؤمنين بطاعة الله وصالح عمله وعبادته، وشاهد على المقصر بتقصيره وتفريطه. أخي المسلم، أختي المسلمة، ما أسرع مواسم الخير في الزوال، فقد ذهب نصف شهرنا المبارك وبقي نصفه الآخر، فالله لنا نسأل ولكم أن يتقبل ما مضى وأن يعيننا على ما بقي. لقد نزلت علينا العشر الأواخر من رمضان، وفيها الخيرات والأجور الكثيرة، وفيها الفضائل المشهورة والخصائص العظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان في أعمال كثيرة. وإليك أخي المسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، كما أخبرت به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم.
فكان يحيي الليل فيها من صلاة ودعاء واستغفار ونحوه، كما جاء في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل وأوقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. ومعنى شد المئزر أي كان يعتزل النساء ويتفرغ للعبادة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة وصوم ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. رواه أحمد. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أنه كان يوقظ أهله للصلاة والذكر والدعاء، حرصا منه على اغتنام تلك الليالي المباركة، كما أخبرت به عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل. جد ويطرق باب فاطمة وعلي ليلا فيقول لهما: ألا تقومان فتصليان. متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها، كما جاء في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. رواه البخاري. لذلك ينبغي للمعتكف أن ينشغل بالصلاة والذكر والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الناس. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أنه كان يتحرى ليلة القدر التي تقع فيها، والله سبحانه وتعالى سماها ليلة القدر لعظيم قدرها وشرفها وجلالة مكانتها عنده، ولكثرة مغفرة الذنوب وستر العيوب فيها، ولأن المقادير تقدر ويطلع عليها الملائكة فيها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين.